ذلك قضية تارك الصلاة. يقولون مذهب جماهير العلماء أن تارك الصلاة لا يكفر، بناء على أن هذا القول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهذا صحيح، هذا مذهب هؤلاء. وعن مالك أيضا أكثر من قول في المسألة. لكن هل هؤلاء الجمهور؟ نحن نحكي إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة مرتد. كيف صار مذهب الجمهور؟ من هم إذن الجمهور هؤلاء؟ حكى الإمام عبد الله بن شقيق العقيلي، والإمام أيوب ابن أبي تميمة السختياني، والإمام إسحاق ابن راهوي، والإمام محمد ابن نصر المروزي، هؤلاء أئمة هدى ومن أكابر علماء المسلمين، يحكون إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. كيف يحكى بعد ذلك بأن مذهب جماهير العلماء بأن تارك الصحابة الصلاة لا يكفر، بناء على قول وقف عليه لأبي حنيفة ولمالك وللشافعي؟ هذا من الخطأ في تقرير مذهب الجمهور. مذهب الجمهور لا يفهم من أقوال العلماء الأربعة البتة، إنما يحكى قال هذا مذهب أحمد، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب مالك، هذا قول العلماء الأربعة لا بأس به. لكن لا يصح أن تقول وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن هؤلاء أربعة من جملة علماء المسلمين، أربعة في مقابل أربعة من الفقهاء السبعة، بقي ثلاثة من الفقهاء السبعة، ثم أيضا مذاهب التابعين وأيضا مذاهب الصحابة، حتى يقال بأن هذا مذهب جماهير العلماء.